لكم المشاهدين كيف ما شفنا الزروالي والشهامه قربلوها نوضوها خلدك وتفرقوا على خزيت. كما تنشوفوا هذوك الناس كانوا مستغلين هذيك ميلوده حاطينها بيناتهم وكيجمعوا عليها في السوبرشاط وكيجمعوا عليها في تريتشينطو 60000 يجمعوا عليها 40000 هذه غير في الضحك بدون الفلوس اللي كيدوز لهم في اليوتيوب بسببها. هما بداو كيفتحوا في راسهم ناض قال لك هذاك شهامه كيجمع الفلوس وطلع قناته. نهار دخل الموضوع فجا ضد يونس مربوحه طلع قناته كانت عنده غير 24 كا ودابا ناضو كيقولوا في الحقيقات اللي بيناتهم هذا كيعطي لهذا والاخر باقي شفنا ما دارش الرد. تا هو ناض كيفرق في الحواله هذا كيفرق في الحواله هذا كيفرق في الحواله. كما شفناهم هما اصلا كانوا مجموعين عير مصلحة مجموعين على يونس باغين يطيحوه وعلى قنواتهم باغين يطلعوه كاع باش هذوك المشاهدين اللي عاد قناة مربوحة كيدخلوا يقولوا نشوفوا واش كيديروا كل واحد دقاسين. وهذيك هذيك ميلودة استغلوها بزاف لا هي لا ديك حنان بنتها. حنان بنتها راه هذه يومين دايرين عليها النوبة صحاب القنوات وهما نيت. شفنا الاخر بعد داك شهامة ما بقاش ولكن الزروالي ورباعته باركين مجمعين عليها كل خطره ميلوده 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 والله يهديهم منا والله يهديهم على روسهم حيت هادشي ما بغينا حتى الواحد وما بغيناش خلى داك المشاكل حتى الواحد ولكن هما كانوا مجموعين كيجمعوا وكينصبوا على بنادم والله يهديهم هادشي اللي نطلبوا الله يهديهم على روسهم ومع السلامه.